الدامعات الجزائرية يعني الحمد لله. اليوم احنا في ولاية قسنطينة ضمن البرامج المستطر من مجمع صنع الغاز الذي يأتي تجسيدا لأوامر السيد رئيس الجمهورية فيما يخص متابعة البرامج التنموية كلها. اليوم كما لاحظتم ولاية قسنطينة يعني فيها نسبة تغطيات تتعدى 99% بالنسبة للكهرباء، أما بالنسبة للغاز فهي تتعدى 95%. احنا اليوم ما عندناش اعتراضات، ما عندناش يعني امور اللي تخلينا نتاخروا في الانجازات، وبالتالي احنا تعهدنا انه المركزين 60 30 كيلو فولت ان شاء الله سوف يتم تسليمهما قبل نهايه سنه 2024.